أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فهذا إتمام لما بدأناه من شرح كتاب شرح غاية السهول إلى علم الأصول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، المعروف بابن المبرد، المتوفى سنة 909 هجرية. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: فصل. المفهوم هو مفهومان، في صفحة 363. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: المفهوم هو مفهومان، أحدهما مفهوم موافقة، والثاني مفهوم مخالفة. فالأول هو أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في الحكم، كتحريم الضرب المفهوم من تحريم التأفيف بقوله عز وجل: فلا تقل لهما أف. ويسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب، وشرطه أي هذا المفهوم فهم المعنى في محل النطق ذكره أصحابنا وغيرهم قالوا: وأنه أولى. ولهذا قال المحلي في شرح جمع الجوامع وغيره أن مفهوم الموافقة إن كان المفهوم أولى من المنطوق فهو فحوى الخطاب، وإن كان مساوياً فهو لحن الخطاب، كالضرب هو أولى من التأفيف. ومثال الثاني إحراق مال اليتيم نظراً إلى قوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، فإن الإحراق مساوياً للأكل. وهو أحسنت، جزاك الله خير. يقول المؤلف رحمه الله: المفهوم مفهوماً، شرع في تقسيم المفهوم الذي هو قسيم المنطوق. ولو أن المصنف رحمه الله بدأ بالمنطوق أولاً لكان أحسن، لأن الشيء يعرف بضده ونقيضه وقسيمه، الأشياء تعرف بمثل هذه الأمور، يعني يزداد معرفتها بمعرفة ما هو قسيم لها. فالمنطوق دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق، يعني التصريح الشارع بالحكم، اشتمال النص عليه. وأما المفهوم فهو دلالة الحكم في غير دلالة اللفظ على الحكم في غير محل النطق، أي عكسه. فقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، خطاب للولد في حق والديه، فلا تقل لهما أي للأبوين أف. اشتملت الآية الكريمة على حكمين، أحدهما منطوق به والآخر مفهوم من الآية. فالمنع من التأفيف منطوق لأن الآية صرحت به، فيسمى دلالة منطوق. والمنع من السب ونحوه هذا مفهوم، لأن الآية لم تنطق به، ما أتت به، إنما فهم فهماً، عرف السامع أن الشارع إنما نهى عن التأفف لما فيه من الأذى للوالدين، وهذا الإيذاء يتحقق في شيء آخر لم تأتي به الآية، كالسب والضرب والحبس والإخراج من البيت ونحو ذلك.
فهذا هو المنطوق والمفهوم. ثم هذا المفهوم أي دلالة الحكم على شيء لم يذكر في النص قسمان كما ذكر المصنف رحمه الله، فقال أحدهما مفهوم موافقة والثاني مفهوم مخالفة. نظر الأصوليون إلى أن الحكم في المسكوت عنه لن يخرج عن حالين: الحال الأول أن يوافق الحكم الذي أتى به النص، والثاني أن يخالفه، فالأول سمي مفهوم الموافقة والثاني سمي مفهوم المخالفة. قال: فالأول هو أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في الحكم، كتحريم الضرب المفهوم من تحريم التأفيف بقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أفٍ. هذا مفهوم الموافقة، هذا تعريفه ومثاله. ثم قال: ويسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب، يعني ويسمى أيضاً، تقدير أيضاً، لأن هذه تسمية ثانية، فقوله ويسمى شروع في بيان الأسماء العرفية الخاصة، وهي ما نسميها بالمصطلحات، لهذا النوع من المفهوم، فيسمى مفهوم الموافقة، وهي تسمية مشهورة بل هي الأشهر. ويسمى أيضاً فحوى الخطاب، ويسمى أيضاً دلالة التنبيه، وتسمى أيضاً دلالة النص، وهذه التسمية الأخيرة هي للحنفية، لأن الحنفية ما عندهم شيء اسمه مفهوم المخالفة، ما يحتجون به، فليس له نظير يعني مقابل وهو مفهوم الموافقة، إنما يقولون دلالة النص وعبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص. فمفهوم الموافقة يسميه الحنفية دلالة النص، وقد يختصرون في العبارة فيقولون دلالة الدلالة، يحذفون المضاف إليه وهو كلمة النص ويعوضون عنها بألف المضاف، وهذا كثير، هذا كثير في لغة العرب وفي استعمال العلماء، فيقولون دلالة الدلالة، يعني دلالة دلالة النص. ثم قال: وشرطه أي هذا المفهوم، شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط حجية المفهوم الموافق، فقال: وشرطه أي هذا المفهوم فهم المعنى في محل النطق. هذا الشرط الأول، فهم المعنى في محل النطق، يقصد بالمعنى يعني السبب الذي لأجله شرع ذلك الحكم، وليس معناه أن نفهم تفسير الآية أو شرح الحديث، لا لا، ما يقصد هذا. فالمعنى في الألفاظ كالعلل في الأحكام، فيقال: لما نهى الله الولد عن التأفف من كلام والديه؟ فتقول: لأجل الإيذاء، فيه إيذاء للوالدين. إذن هذا هو الشرط الأول. نعم يا شيخ، فهم المعنى يعني أن يفهم السامع السبب الذي لأجله شرع الحكم المنطوق به في النص. فإذا سمع قول الله تعالى: فلا تقل لهما أفٍ، فهم أن المعنى الذي لأجله نهي الولد عن التأفف هو الإيذاء، لأن هذا المعنى هو الذي ينتقل إلى المسكوت عنه فينتقل معه الحكم. فإن دلالة المفهوم الموافق شبيهة بالقياس، بل قيل هي قياس كما سوف يأتي معنا إن شاء الله. فلن يتم المفهوم الموافق إلا بفهم المعنى، فإذا لم يفهم المعنى لن يكون هناك مفهوم موافقة من النص. قال:
فهم المعنى في محل النطق كما قلنا، يعني في النص في الحكم المنطوق به. قال: ذكره أصحابنا وغيرهم. قالوا: وأنه أولى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني لمفهوم الموافقة أن يكون أولوياً، أن يكون أولوياً. ومعنى أن يكون أولوياً يعني أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى وأقوى منه في المنطوق. كما قلنا في الآية الكريمة: فلا تقل لهما أف. المفهوم هو تحريم السب. وأيهما أولى بالتحريم؟ الحكم المنطوق به وهو التأفيف، أو المسكوت عنه وهو السب؟ السب، لأن المعنى فيه أشد وهو الإيذاء، فيكون الحكم أولى وأقوى. لما كان المعنى فيه أقوى صار الحكم حكمه أقوى وأولى. قال: ولهذا قال المحلي، الإمام جلال الدين المحلي المتوفى سنة 864 هجرية، صاحب الشرح المشهور على جمع الجوامع وعلى الورقات ومنهاج النووي وغيرها من الكتب، قال في شرح جمع الجوامع وغيره: أن مفهوم الموافقة إن كان المفهوم أولى من المنطوق فهو فحوى الخطاب، وإن كان مساوياً فهو لحن الخطاب، كالضرب هو أولى من التأفيف. يعني فهم المصنف رحمه الله من كلام الجلال المحلي أنه خص المفهوم الموافق بمصطلح فحوى الخطاب، وكان من قبل قد ذكر أن مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ففهم من هذا أن الأولوية شرط فيه. فهم هذا لأن المساوي ما يسمى، المفهوم الموافق المساوي لا يسمى فحوى الخطاب وإنما يسمى لحن الخطاب، ففهم من كلامه أن هذا شرط في المفهوم الموافق. والذي يظهر والله أعلم أنه لا تشترط الأولوية، وأن ثبوت مثل الحكم المنطوق به في المسكوت عنه يسمى مفهوما موافقة. ثم تأتي بعد ذلك وتقول: المفهوم الموافق نوعان، مفهوم موافق أولوي ويسمى فحوى الخطاب، ومفهوم موافق مساو ويسمى لحن الخطاب، ويزول الإشكال. أليس هذا أولى؟ هذا أولى. لما أولى؟ لأنه حينئذ لحن الخطاب هذا ماذا يكون إن أردت أن ترده إلى الأقسام الرئيسية؟ لن تقول مفهوم مخالفة، هو لا شك أنه مفهوم موافق، الحكم فيه موافق للحكم المنطوق به. قال: ومثال الثاني، يقصد بالثاني المفهوم الموافق المساوي الذي سماه هنا لحن الخطاب. قال: ومثال الثاني إحراق مال اليتيم، نظراً إلى قوله إلى قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإن الإحراق مساو للأكل. أصلحوا الخطأ في الطباعة، بدل مساويا اجعلوها مساو بكسرتين، تنوين عوض، عوض عن حرف الياء، أصلها مساوي. فإن الإحراق مساو للأكل، يعني منطوق الآية الكريمة يحرم إتلاف مال اليتيم بالأكل. هذا الوصي القيم على مال اليتيم يأخذ ماله
ويشتري به طعاما فيأكله هو من غير حاجة، هذا لا يجوز. فيفهم منه أن إتلاف مال اليتيم بالإحراق أو اللبس أو الشرب أو الإهداء أو غير ذلك كله لا يجوز، لأن المعنى هو هو، فإن كل هذه الأصور إتلاف للمال. مع التنبيه بعد ذلك على أن هذه المصطلحات الأخيرة لم تشتهر عند كثير من العلماء، أعني فحوى الخطاب ولحن الخطاب، بعكس مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فإنها مصطلحات مشهورة في كتب الأصول والفقه وغيرهما. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وهو أي هذا المفهوم حجة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، واختلف النقل عن داود. ودلالته أي هذا المفهوم لفظية، اختاره القاضي، وهو قول الحنفية والمالكية، وعزي إلى نص أحمد، وقيل هو قياس جلي اختاره ابن أبي موسى والجزري وأبو الخطاب والحلواني، وهو قول الشافعي. أحسنت. قال: وهو أي هذا المفهوم، يقصد مفهوم الموافقة عموما، هو حجة عند الأكثر، أكثر العلماء. قال: عند الأكثر من أصحابنا ومن غيرهم، يعني عند أكثر العلماء، بل إن بعضهم حكى الإجماع على أن مفهوم الموافقة حجة، وحكاية الإجماع ليست ببعيدة، بل الأقرب للصواب أنه محل إجماع، وأن الخلاف الذي حدث فيه إنما حدث متأخراً عند بعض الظاهرية كابن حزم، وهو خلاف بعد إجماع فلا يلتفت إليه. قال: واختلف النقل عن داود. نعم، لأن بعضهم نقل عن داود الظاهري رحمه الله، بعضهم نقل عنه أنه حجة، وبعضهم نقل عنه أنه ليس بحجة. ثم قال: ودلالته، هذا شروع في نوع دلالة المفهوم الموافق، يعني إذا قلنا إنه حجة فما نوع هذه الدلالة المحتج بها؟ هل دلالته من حيث اللفظ أو من حيث الاجتهاد والقياس؟ يعني دلالة المفهوم الموافق هل هي وضعية، هي مقتضى لسان العرب، أو أنها اجتهادية ككثير من قواعد الأصول فتكون بطريق القياس، لأن أقرب الأدلة الاجتهادية إلى المفهوم الموافق هو القياس، فكأنه يقول: هل هي وضعية أو اجتهادية تحصل بطريق من طرق الاجتهاد وهو القياس؟ هذا معنى المسألة. فقال: ودلالته أي هذا المفهوم لفظية، هذا المذهب الأول، اختاره القاضي، القاضي أبو يعلى رحمه الله. قال: وهو قول الحنفية والمالكية، وهو أيضاً قول بعض الشافعية، وعزي إلى نص أحمد، يعني نسب إلى الإمام أحمد من كلامه أنه نص عليه. ثم قال: وقيل، شروع في المذهب الثاني، وقيل هو قياس جلي اختاره ابن أبي موسى صاحب الإرشاد، الإمام المشهور المتوفى سنة 428، والجزري أبو الحسن الجزري المتوفى سنة 380 هجرية، وأبو الخطاب الكلوذاني والحلواني، كلهم تقدموا. أبو الخطاب يذكر كثيرا، لكن الحلواني ذكر في بعض المواضع، أبو محمد الحلواني المتوفى سنة 546 هجرية، وكل هؤلاء حنابلة. ثم قال: وهو قول الشافعي. نعم، نسب للإمام الشافعي، وهو قول أكثر الشافعية، أكثر الشافعية على أن دلالة المفهوم الموافق دلالة
قياسية. وبعض الأصوليين اختار مذهباً وسطاً بين المذهبين، فقال: ننظر إلى هذا المفهوم الموافق، إن كان مفهوماً أولوياً فالدلالة فيه لغوية، وإن كان مفهوماً مساوياً فالدلالة فيه قياسية. وهذا في الحقيقة على أن على قلة من قال به، إلا أنه مذهب فيه وجاهة، لأن العربي صاحب اللسان ولو لم يفقه طرق الاجتهاد وقواعد الشرع، لو سمع فلا تقل لهما أف، ماذا يفهم؟ أليس يفهم أن السب والضرب ونحوهما حرام؟ أو أنه يجوز أن التأفيف حرام وأن السب ربما لا يكون كذلك؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن هذا. لكن في المفهوم المساوي، أقرب إلى أن يكون قياسا. البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، يدا بيد. فيؤخذ منه أن الأرز بالأرز والعدس بالعدس والفول بالفول ونحو ذلك، أنه كذلك مثلا بمثل يدا بيد، يعني يجري فيه الربا. فهل يفهم من لغة العرب يفهم من البر الأرز؟ لا، البر ما يدل على الأرز في لغة العرب، إنما تحتاج إلى ضرب من ضروب الاجتهاد، وهو القياس، بأن تبحث عن العلة ثم تنظر وجودها في الفرع، فيتحقق عندك المناط فتقول بالحكم في المسكوت عنه الذي هو المقيس. فلعل هذا المذهب الثالث لعله الراجح، والله أعلم. وقيل إن فائدة الخلاف بين الفريقين في من قال دلالة المفهوم الموافق هل هي لفظية أو قياسية، هي أننا إذا قلنا إنها قياسية فإن الخبر يقدم عليها، يعني لو عارضت حديثاً فإنه يقدم عليها، لأن الحديث مقدم على القياس، لا قياس مع النص. وإن قلنا إن مفهوم الموافقة لغوي وضعي، فإذا عارض الخبر لا يلزم تقديم الخبر عليه، لأن دلالة الخبر قد تكون أضعف، كان يدل بطريق المفهوم المخالف، ولا شك أن مفهوم الموافقة أولى، فحينئذ يطلب الترجيح. في الصورة الثانية يطلب الترجيح، ولا يقال بتقديم الخبر على المفهوم الموافق. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، ويسمى هذا المفهوم دليل الخطاب، وشرطه عند القابلين به ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة، ولا خرج مخرج الأغلب، ذكره الآمدي اتفاقا، نحو: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الغالب كون الربائب في الحجور. وشرطه أيضا ألا يكون جوابا لسؤال على الأصح، ذكره صاحب المحرر اتفاقا، وأبدى القاضي احتمالين في ذلك. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: والثاني، هذا شروع في القسم الثاني الرئيسي من أقسام، من قسمي المفهوم، فرغ من المفهوم الموافق والآن شرع في المفهوم المخالف. فقال: مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم، ويسمى هذا المفهوم دليل الخطاب. التعريف ينتهي إلى عند قوله في الحكم، إذن هو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم، إلى هنا ينتهي التعريف. وقوله مخالفاً، المراد بالمخالفة مخالفة النقيض، مخالفة النقيضية للضدية،
يعني أن يكون المسكوت عنه نقيضاً للحكم المنطوق. إذا المخالفة على سبيل النقيضية للضدية. قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى: وإنما قلنا إن مفهوم المخالفة نقيض لا ضد للرد على ابن أبي زيد، يعني من أبي زيد القيرواني رحمه الله الإمام المشهور، فإنه قال في قول الله تعالى: ولا تصلِّ على أحدٍ منهم مات أبداً، قال: حرَّم الله الصلاة على الكافرين والمنافقين، فدلَّ على وجوبها على المسلمين. يعني الآن مفهوم المخالفة ما مثاله قبل أن نأتي إلى كلام القرافي؟ مثاله مثلاً: لا نكاح إلا بولي مرشد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكلمة مرشد وصف للولي، ويفهم منه أن الولي غير المرشد، يعني الولي الفاسق أبو المرأة إذا كان فاسقاً فإنه لا يلي عقد النكاح. يعني منطوق الحديث أن الولي المرشد أي العدل الثقة الصالح أنه يتولى عقد المرأة، ومفهوم المخالفة أن الولي غير المرشد يعني غير العدل، يعني أن يكون فاسقاً لا يلي عقد المرأة. طبعاً هي مسألة خلافية لكن الغرض المثال هذا مفهوم المخالفة. فهو يقول ماذا ابن أبي زيد رحمه الله؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، منهم أي الكفار والمنافقون. منطوق الآية تحرم الصلاة على الميت الكافر، ففهم بطريق المفهوم المخالف تجب الصلاة على الميت المسلم. فقال القرافي رحمه الله: هذا خطأ، ليس هكذا يكون سبيل المفهوم المخالف، إنما سبيله ماذا؟ أن يكون نقيضاً، لأن الوجوب ضد التحريم، والمفهوم المخالف ليس ضداً وإنما هو نقيض. فالنقيض معناه ماذا؟ يعني سلب الحكم، نفيه. فتقول ماذا في المفهوم المخالف؟ لا تحرم الصلاة على الميت المسلم، هكذا فقط يكفي في المفهوم المخالفة. ثم بعد ذلك عدم التحريم هذا ما معناه؟ معناه الوجوب أو الاستحباب، يطلب من دليل آخر. هكذا يستدل بمفهوم المخالفة، والنقيض أعم من الضد. ثم قال: ويسمى هذا المفهوم دليل الخطاب، يعني كما قلنا من قبل، يعني ويسمى أيضاً لأنها تسمية ثانية، فذكر الاسم الأول المشهور وهو مفهوم المخالفة، وله اسم آخر مشهور أيضاً في كتب الأصول وكتب الفقه وغيرهما، وهو دليل الخطاب. ولهذا تجدون كثيراً في كتب الفقه وغيرها بعد أن يذكر النص، يعني يذكر آية وحديث، يكتب بعدها ماذا؟ دليله كذا، يعني يذكر الآية مثلاً ثم يقول دليله كذا، يقصد بدليله ماذا؟ يعني مفهوم المخالفة منه كذا وكذا. والحنفية لا يسمونه مفهوم مخالفة ولا دليل الخطاب، إنما يسمونه المخصوص بالذكر أو التخصيص بالذكر، ولهم في هذا قاعدة في أصول الفقه، وفي يذكرونها أيضاً في القواعد الفقهية، فيقولون: التنصيص لا يدل على التخصيص، التنصيص لا يقتضي التخصيص، بمعنى التنصيص على شيء باسمه، باسم أو صفة أو شرط أو نحوها، لا يدل على اختصاص الحكم به ونفيه عما عداه. هذا معنى القاعدة عندهم.
لكن بعض الحنفية المتأخرين تسامحوا في العبارة، وخصوصاً على طريقة من جمع بين المدرستين، فصاروا يذكرون مفهوم المخالفة في كتبهم الأصولية لبيان عدم حجيتها، لكن يسمونها مفهوم المخالفة. ثم قال المصنف رحمه الله: وشرطه عند القائلين به، يبدو أن العبارة بالهمزة عند القائلين به وليست بالباء. هذا شروع في بيان شروط حجية مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة لا يعتبر مطلقاً، بل لا بد من تحقق شروط فيه. فجاء المصنف على بعضها، على أهمها، لأنه في مقام الاختصار. فقال: وشرطه عند القائلين به ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه. هذا هو الشرط الأول من شروط حجية مفهوم المخالفة، ألا تظهر، يعني في موضع النص، في موضع النص، لأن مخالفة الشيء إما أن تكون من نفس الدليل وإما أن تكون من خارج الدليل، ولا يوجد احتمال ثالث. إن خالفت قاعدة أو حكما فإما من نفس الدليل وإما من خارج الدليل. والمقصود هنا ألا تظهر في محل النص أولوية للحكم أو مساواة. فلو ظهر أن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق أو مساو له، صارت ماذا حينئذ؟ مفهوم موافقة، وحينئذ يلغى مفهوم المخالفة، يعني يصير النص ما يدل بدليل بمقتضى المفهوم المخالفة، وإنما يصير مفهوم موافقة. وإن كان هذا الشرط أيضاً صحيح في الصورة الثانية، فلو خالف المفهوم المخالف من النص نص آخر يدل على الحكم، على عكس الحكم، بطريق مفهوم الموافقة لبطل العمل بمفهوم المخالفة، لأن الأول أقوى. فمثلاً في قول الله تعالى: فلا تقل لهما أفٍ، لا يصح أن يقال حرم الله التأفيف، فدل على أن غير التأفيف ليس بحرام بطريق مفهوم المخالفة، يعني خص التحريم بصورة وهي التأفيف، فدل على أن ما عداها غير التأفيف لا يكون حراما كالسب والضرب والإخراج من البيت. فنقول هذا باطل، ما يصح. لما؟ لأنه قد ظهر أن الحكم أولى، يعني أن السب والشتم والطرد أنها أولى بالتحريم، فيصير مفهوم موافقة. وكذلك في المساواة: ولا تأكلوا أموالهم، فلا يصح أن يقال حرم الأكل فدل على أن غير الأكل لا يحرم كاللبس والإهداء ونحو ذلك، فلا يصح هذا، لأن ما عدا المنطوق وهو إتلاف مال اليتيم باللبس والإهداء والشرب وغير ذلك مساو للحكم، الحكم هو هو، لأن الإتلاف عين الإتلاف. قال: فيكون موافقة، هذه فإن النتيجة، يعني فينتج من ذلك أن يصير مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا خرج مخرج الأغلب. هذا شروع في الشرط الثاني من شروط اعتبار مفهوم المخالفة، وهو ألا يخرج القيد المنطوق به، يعني المذكور في النص، ألا يخرج مخرج الغالب. فإن خرج مخرج الغالب لغى المفهوم المخالف وبطل. لماذا؟ لأن حجية المفهوم المخالفة تقوم على ماذا؟ على أنه
ما نص الشارع على هذا القيد الذي علق الحكم به إلا لأن غيره بخلافه. فلو ظهرت فائدة أخرى لهذا التقييد كالأغلبية هنا فإنه يبطل العمل بالمفهوم المخالف. قال: ذكره الآمدي اتفاقاً نحو قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الغالب كون الربائب في الحجور، يعني قول الله تعالى في بيان من يحرم نكاحهن من النساء: وربائبكم، جمع ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة، يعني أن يتزوج الرجل امرأة لها ابنة من غيره فتسمى ربيبة، فهذه تحرم على الزوج، هذا زوج أمها لا يجوز له أن ينكحها، لكنه قيد التحريم بقيد بوصف وهو قوله: اللاتي في حجوركم، يعني يحرم عليكم نكاح الربائب اللواتي في حجوركم، يعني اللواتي يربين في بيوتكم. الربيبة في حجر الزوج يعني بمعنى في بيته، تربى في بيته مع أمها. فحينئذ لا يدل مفهوم المخالفة على أن الربيبة أي بنت الزوجة إذا كانت تربى في غير بيت الزوج، كانت تربى عند جدتها مثلا، لا يدل على أنها حلال، لا يدل هذا. طيب وما نصنع في القيد هذا؟ ماذا نقول فيه؟ اللاتي في حجوركم، فنقول هذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب من أحوال الناس أن الربيبة تكون مع أمها في بيت الزوج. نعم نعم، يعني يعتبر المفهوم المخالف. نعم، جزاك الله خير. قال: فإن الغالب كون الربائب في الحجور. ومنه مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة يعني كثيرا، يكون الربا كثيرا، فلا يصح أن يقال حرم الله الربا بقيد، وهو أن يكون أضعافا مضاعفة، يعني يكون كثيرا، فيدل بمفهوم المخالفة على أن الربا إذا كان يسيرا فإنه يجوز أكله، لا يصح هذا، بل هو حرام ولو كان قليلا. طيب وأضعافا مضاعفة القيد هذا، فنقول خرج مخرج الغالب، لأن الغالب من حال المرابين أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. ثم قال: وشرطه أيضا شروع في الشرط الثالث من شروط اعتبار المفهوم المخالف. قال: وشرطه أيضا ألا يكون جوابا لسؤال على الأصح، ذكره صاحب المحرر اتفاقا، وأبدى القاضي احتمالين في ذلك. هذا هو الشرط الثالث من شروط اعتبار مفهوم المخالفة، وهو ألا يخرج القيد جواباً لسؤال، بمعنى أن القيد ذكر في السؤال فذكر في الجواب، فحينئذ قد يكون ذكره في الجواب لأجل أن يطابق الجواب السؤال، لا لغرض وهو أن يكون ما عدا هذا القيد بخلاف الحكم المذكور. فلو سئل لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي الغنم السائمة زكاة؟ فقال: في الغنم السائمة زكاة، فلا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة. طبعا هم يفترضون مثالا لأنه ما وجدوا مثالا صحيحا لهذا الشرط. نعم
مثل ما هو ماذا قال في السؤال؟ اي لكن ما ذكر القيد، نفس القيد المذكور في السؤال ما ورد في الجواب، وهذا هو معنى الشرط هنا، ان يكون نفس القيد المذكور في السؤال يرد في الجواب. فحينئذ قد يقول قائل انما ذكره ليطابق الجواب السؤال، لا لان هذا القيد معتبر وله مفهوم مخالفه وان ما عداه بخلافه. هذا سؤال عن العله، اي لا ما يكون من هذا. جزاك الله خير. قال على الاصح، يعني في المذهب، على الاصح في المذهب، لان هناك خلافا في المذهب في اعتبار هذا الشرط، فان بعضهم بعض الاصحاب لم يشترطوا هذا الشرط، وقالوا ان جواب الشارع وان اشتمل على القيد المذكور في السؤال او كان جواب او كان كلاما مبتدا لم يسبق بسؤال هو هو، لا فرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، فلن يأتي بقيد لغوا وعبثا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن القيد له فائدة. فحينئذ الكلام المبتدأ كالكلام الذي وقع جوابا لسؤال سواء بسواء ولا فرق، وحينئذ ينبغي اعتبار القيد ما لم يبطل القيد من جهة أخرى، أما من هذه الجهة فلا، هكذا قال بعض الأصحاب. قال ذكره صاحب المحرر اتفاقا، صاحب المحرر هو أبو البركات مجد الدين بن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 652 هجرية، جد شيخ الإسلام، ويذكرونه بالمحرر، يجعلونه كالمعرف به لأنه أشهر كتبه، كان عمدة في عصره وبعد عصره زمانا طويلا، فصار كالمعرف بصاحبه. وإلا فابن مجد الدين هذا رحمه الله لم يذكر هذه المسألة في المحرر والله أعلم، إنما ذكره في شرح الهداية، لكن ما قال ذكره في شرح الهداية، لأن شرح الهداية لن نعرفه، لأن الهداية هذه الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني عليها أكثر من 200 شرح أو أكثر من 300 شرح، يعني شروحها كثيرة جدا. وغير مجد الدين ذكروا الإجماع أيضا، بعضهم حكى الإجماع في هذا، وقال البرماوي رحمه الله في الفوائد السنية حكى بعض العلماء الإجماع في المسألة. قال وأبدى القاضي احتمالين في ذلك، القاضي أبو يعلى ذكر احتمالين يعني في المذهب، يعني احتمالين متخالفين، وهو أحدهما أنه يشترط والآخر أنه لا يشترط هذا الشرط. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وهو أي مفهوم المخالفة أقسام، أحدهما مفهوم الصفة وهو أن يقترن بعام صفة خاصة، بعام نعم، وهو أن يقترن بعام صفة خاصة، كقوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة، وقال به الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافاً لابن داود والتميمي وأبي حنيفة وأصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد. أحسنت. شرع المصنف رحمه الله في بيان أقسام مفهوم المخالفة، لأن له أقساماً وكل قسم له حكم، وأحياناً يكون حجة وأحياناً لا يكون حجة، على خلاف بين العلماء. فبدأ بمفهوم الصفة وهو أكثر مفاهيم المخالفة استعمالاً في النصوص الشرعية، وعرفه المصنف رحمه الله بقوله أن يقترن بعام صفة خاصة، يعني أن يذكر الشارع لفظاً عاماً
ويقرنه بلفظ خاص بوصف خاص. سواء صرح بالموصوف أو لا، يعني سواء قال في الغنم السائمة زكاة أو قال في السائمة زكاة، هما سواء، لأن التقدير في النص الثاني في الغنم السائمة أو يعني في الماشية السائمة زكاة، يعني هناك موصوف محذوف. قال كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة، فيدل على أن غير السائمة لا زكاة فيها، والسائمة هي التي ترعى المباح الحول أو أكثره، يعني لا يشتري لها صاحبها طعامها، إنما هي ترعى الكلاء. وهذا الحديث الذي ذكره إنما هو بالمعنى، ولا يوجد في كتب السنة في الغنم السائمة زكاة، لكن يذكره الأصوليون بالمعنى، يعني حديث بالمعنى. ومفهوم الصفة، الصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحاة، يعني ليست هي خصوص النعت، بل يدخل فيها النعت ومفهوم، يعني يدخل فيها النعت والحال وظرف المكان وظرف الزمان والعلة، كلها أوصاف، كلها تسمى صفة، لأنها صفة معنوية، وهذه التي يريدونها وليست خصوص النعت المصطلح عليه في علم النحو. فمثال النعت ما ذكرناه من قبل، لا نكاح إلا بولي مرشد، فمرشد صفة نعت لولي، فيفهم منه أن غير المرشد لا ينكح المرأة. ومفهوم الحال مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فإن كلمة متعمدا حال، ومثل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حال كونكم محرمين، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني حال عكوفكم في المساجد، مفهوم الحال. مفهوم ظرف المكان، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. وظرف الزمان مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده أو كما ورد، فحينئذ يختص النهي يعني بيوم الجمعة، يعني إفراد الجمعة يوم الجمعة بالصوم. فلو أفرد غيره بالصوم هل يجوز؟ نعم يجوز بمفهوم المخالفة، وهو مفهوم ظرف الزمان. مفهوم العلة، إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين العلة؟ فإن ذلك يحزنه، فإذا لم يكن يحزنه فإنه يجوز التناجي. قال وقال به الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا لابن داود والتميمي وأبي حنيفة وأصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد، ذكر الخلاف في حجية مفهوم الصفة، فقال أكثر أصحابنا، يعني أكثر الحنابلة، والأكثر من غيرهم، نعم هو مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية أن مفهوم الصفة حجة، وخالف في هذا أبو بكر بن داود الظاهري، قيل اسمه أبو بكر وقيل اسمه محمد، وهو ابن داود صاحب المذهب الظاهري، هذا ابنه، توفي سنة 297 هجرية. وخالف أبو الحسن التميمي الإمام المشهور سنة 300، توفى سنة 371 هجرية. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، رحم الله الجميع،
وخالف الحنفية، نعم أبو حنيفة وغيرهم من أكثر الحنفية على عدم حجية مفهوم الصفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، إلا أنها رواية مرجوحة، رواية مرجوحة. أما الرواية الراجحة التي عليها أكثر الأصحاب أن مفهوم الصفة حجة. وقد أثمر هذا الخلاف الفروع شيئا كثيرا، لكن اقتصر على مسألتين كما هي العادة. فمن ذلك عدم حل الأمة غير المسلمة للحر المسلم، لقول الله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أين الصفة؟ المؤمنات. قيد الحل، حل نكاح الحر المسلم للأمة، قيده بقيد، وهو أن تكون هذه الأمة مؤمنة يعني مسلمة. فيفهم منه أن الأمة غير المسلمة لا يحل له نكاحها، هذا عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن الأمة الكافرة يحل للمسلم الحر نكاحها، ولم يأخذوا بمفهوم المخالفة. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قيد في النص الشهود بالعدالة، شاهدين عدلين. فيفهم منه أن الشهود على النكاح إذا كانوا غير عدول، يعني كانوا فسقة، فإنه لا يصح شهادتهم، لا تصح شهادتهم على النكاح. وبهذا أخذ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن شهادة غير العدول تصح في النكاح، ولم يأخذوا بمفهوم الصفة. نعم، تفضل يا زيد. قال رحمه الله: والثاني مفهوم الشرط، نحو: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن، وهو أقوى منه، أي من مفهوم الصفة. أحسنت، يعني نأخذها قسما قسما. أحسن هذا، ليس كذلك؟ قال: الثاني من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، مثل قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. كن أي المطلقات طلاقا بائنا، لأن الرجعية زوجة فتجب لها النفقة، لكن المراد المطلقات البوائن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فيفهم بمفهوم الشرط أن إن كن غير حوامل فلا يجب أن تنفقوا عليهن، يعني أيها الأزواج المطلقين. ومفهوم الشرط عند الأصوليين أعم منه عند النحاة، فلا يراد به خصوص النص الذي وردت فيه أداة الشرط كمن وإذا ومهما، وإنما المراد الشرط اللغوي والشرط المعنوي. ولهذا قالوا في قول الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، من هي؟ الملاعنة. يدرأ عنها العذاب، ما هو العذاب؟ الذي هو الحد، الرجم. يدرأ عنها أي يدفع عنها الرجم أن تشهد أربع شهادات. فقالوا مفهوم الشرط إن لم تشهد أربع شهادات لا يدرأ عنها العذاب، فيقام عليها الحد. وبه أخذ المالكية والشافعية وسموه مفهوم الشرط. وهل توجد أداة شرط في النص الشريف؟ لا توجد، لأن أن هذه مصدرية. إيه نعم، الشرط يعني المعنوي. ومثل قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. قالوا هو شرط، هو شرط في نكاح الأمة، فمفهومه إن لم يخش العنة لا يحل له نكاح الأمة. قال:
نحو قول الله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. هذا هو المفهوم المخالف من النص الشريف. ثم قال: وهو أقوى منه، أي من مفهوم الصفة، يعني مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة. والحنفية خالفوا أيضا في حجية مفهوم الشرط كما خالفوا في مفهوم الصفة. فلهذا يعني من ثمرات الخلاف بين الفريقين أن البائن غير الحامل، وهي اللي تسمى عند الفقهاء الحائل، أن البائن الحائل تجب لها النفقة عند الحنفية خلافاً للجمهور، ولم يحتجوا بمفهوم الشرط من الآية الكريمة: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فقالوا سواء كنا حوامل أو غير حوامل يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في العدة. وكذلك في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، من هذه أداة شرط، فمفهومه أن من يستطيع الطول، الطول يعني مهر حرة أو ثمن أمة يشتريها، أن من يستطيع الطول لا يحل له أن ينكح الأمة، وبه أخذ جمهور العلماء عملاً بمفهوم الشرط من الآية الكريمة. وذهب الحنفية إلى أنه يحل له، أي للحر المسلم، أن ينكح الأمة حتى لو كان واجداً للطول. قال رحمه الله: والثالث مفهوم الغاية، نحو قوله: حتى تنكح زوجاً غيره ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو أي مفهوم الغاية أقوى منه، أي من الشرط. أحسنت. يقول: الثالث من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، يعني دلالة النص المعلق فيه الحكم بغاية على انتفاء الحكم بعد الغاية. وحروف الغاية: حتى، وإلى، واللام. اللام قد تستعمل في لغة العرب بمعنى إلى. ومن ذلك قوله تعالى: حتى تنكح زوجاً غيره، مد التحريم إلى غاية وهي أن تنكح زوجاً غيره. فإذا نكحت الزوج الثاني، يعني هذه المطلقة طلاقاً بائناً، يعني إذا نكحت الزوج الثاني وطلقها حلت لمطلقها الأول. ثم أتم الصيام إلى الليل، ما هو مفهوم المخالفة؟ أن بعد الليل، بعد دخول الليل، لا يجب عليكم إتمام الصوم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمفهومه بعد أن يتبين لا يجوز لكم أن تأكلوا ولا تشربوا. هذا معنى مفهوم الغاية. لكن ينبغي أن نتنبه لشيء، لأن حتى تستعمل كثيراً في النصوص، يعني يجب أن نتنبه إلى التفريق بين حتى الغائية وحتى التعليلية. فإذا جاءت حتى تعليلية فإنه لا يكون لها مفهوم مخالفة، يعني لا يكون لها مفهوم مخالفة يسمى مفهوم غاية، فلا يكون هناك مفهوم غاية، بل يستمر الحكم بعد حتى، بعد الغاية يستمر الحكم. فمثال ماذا؟ حتى الغائية ذكرنا أمثلتها، النصوص الثلاثة وغيرها من النصوص. وحتى التعليلية مثالها: لو قلت بر بأبيك حتى يدعو لك، فلا يصح أن تقول بعد أن يدعو لي لا أبره وتقول مفهوم مخالفة، لا، ما يصح هذا، لأن حتى هنا ليست غائية وإنما هي تعليلية، فالحكم يستمر بعد ذلك. ولو قلت مثلا: أحسن إلى الناس حتى يحبوك، فهل يفهم ترك الإحسان إليهم بعد أن يحبوا؟ لا، ما يفهم هذا،
اقرأ حتى تستفيد، إذا استفدت تقرأ بعد ذلك، يستمر الحكم. نعم. قال: وهو أي مفهوم الغاية أقوى منه من الشرط، وهذا صحيح. مفهوم الغاية من أقوى أنواع المفاهيم، فهو أقوى من مفهوم الشرط والصفة وكثير من مفاهيم المخالفة، حتى احتج به أكثر نفاة المفهوم، إلا أنهم اختلفوا في تسميته. فالحنفية يسمونه دلالة إشارة، يعني مفهوم الغاية معمول به عند الحنفية، لكن ما يسمونه مفهوم مخالفة، إنما يسمونه دلالة إشارة. وبعض نفاة المفهوم المخالف يحتج به أيضاً، لكن ما يسميه مفهوم مخالفة، إنما يسميه منطوقاً، يقول هذا من قبيل المنطوق. وبعضهم يحكي الإجماع على حجية مفهوم الغاية، وهذا يدل على قوته. قال رحمه الله: والرابع مفهوم العدد، نحو لا تحرم المصة والمصتان. لا تحرم المصة نعم، لا تحرم المصة والمصتان. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، فاجلدوهم ثمانين جلدة، أي إنما يحرم أكثر من ذلك، ولا يغسل أقل من ذلك. إنما يحرم أكثر من ذلك، ولا يغسل أقل من ذلك، ولا يجلد أكثر من ذلك ولا أقل منه، ومثله فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهو أي مفهوم العدد حجة على الأصح، وهو قول أحمد وأكثر أصحابه، وقول مالك والشافعي وداود. أحسنت. يقول: الرابع من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم العدد. مفهوم العدد سواء ذكر في النص أعداد كالاثنين والثلاثة والأربعة، أو ذكرت المعدودات مثل المصة والمصتان كما ورد في المثال هنا، ومثل إذا بلغ الماء قلتين، هذه معدود ليست أعداداً، أحلت لنا ميتتان. فإذا مفهوم العدد يستوي فيه ذكر الأعداد كالاثنين والثلاثة والأربعة، أو ذكر المعدودات كالمصة والمصتين والقلتين والميتتان وغير ذلك. قال: نحو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، يعني لا تحرم الرضعة والرضعتان. فيفهم بطريق المفهوم المخالف مفهوم العدد أن الثلاث يحرم، أن الثلاث يحرمنا، يعني يقع التحريم بها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فيفهم منه أنه لو غسله أقل من سبع لا يحصل التطهير للإناء، فلا بد من سبع. فاجلدوهم ثمانين جلدة، يعني القاذفين، فمفهومه أنهم لا يجلدون أقل من ثمانين ولا أكثر من ثمانين. وقوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، أيضا يفهم منه أنهم لا يجلدون أقل من المئة أي الزنا ولا أكثر من مئة. هذا مفهوم المخالفة، لكن شرطه أو من هم شروطه ألا يكون العدد المذكور في النص الشريف آية أو حديثا ألا يكون قد خرج مخرج المبالغة، لأجل يعني المبالغة في التكثير الشيء وتفخيمه وتعظيمه. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فلو زاد على السبعين لن يغفر الله لهم، لأن السبعين إنما ذكرت للمبالغة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في شرع الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالمئة هنا هل هي مقصودة؟ لا، ليست مقصودة، وإنما هو للمبالغة. والعدد، ذكر العدد للمبالغة كثير في النصوص، يعني في كلام العرب قديما وحديثا. قال: وهو قول أحمد، وهو أي مفهوم العدد حجة على الأصح، على الأصح يعني في المذهب. قال: وهو قول أحمد وأكثر أصحابه، وقول مالك والشافعي وداود. يعني أكثر العلماء يرون أن مفهوم العدد حجة، ومع هذا فقد خالف الحنفية فلا يرون مفهوم العدد حجة. لكن الحنفية ينفون الحكم عما عدا المعدود من باب الأصل لا من باب المفهوم المخالف. يعني مثلا في الآية الكريمة: فاجلدوهم 80 جلدة، هم يمنعون الزيادة على 80، فلا يقال احتججتم بمفهوم المخالفة، إنما احتجوا بماذا؟ بالأصل، لأن الأصل منع جلده، ثم جاء النص، يعني الأصل براءة الذمة من التكليفات، ثم جاء النص بجلدهم 80، فما فوق 80 يكون ممنوعا بالأصل. وأيضا يلحق بالأعداد ما هو في معناها، مثل مثنى وثلاث، هو في معنى 2 و3، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فيدل على أن أكثر من 4 لا يحل نكاحها، لأن 2 و3 و4 في معنى 2 و3 و4. وأيضا يلحق بمفهوم العدد الأشخاص المعلومة، كالثلث والربع والخمس والسدس والنصف، فإنها أيضا لها مفهوم مخالفة، وأقرب ما تكون لمفهوم العدد، مثل: فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فكم يعطي المطلقة هذه قبل الدخول؟ النصف، فلا يلزمه أكثر من النصف، ولا يجوز أن ينقص عن النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فلا يجوز الإنقاص من السدس ولا الزيادة. وهكذا، هذا مفهوم العدد أيضا. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والخامس مفهوم اللقب، وهو أي تعريفه تخصيص اسم غير مشتق بحكم، كقولك على زيد أي لا عمرو، وفي الغنم الزكاة أي لا في غيرها. إذا لا فائدة في ذكره إلا إذ لا فائدة، هنا مكتوب إذا، إيه نعم، أصلحوا الخطأ في الكتاب. إذ لا فائدة في ذكره، إذ لا فائدة في ذكره إلا نفي الحكم عن غيره، وهو أي مفهوم اللقب حجة عند أصحابنا، وهو قول مالك وداود، واختاره أبو بكر الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد، وقيل لا اختاره الأكثر. وهل المشتق اللازم كالطعام من الصفة أو اللقب؟ فيه قولان ذكرهما جماعة من أصحابنا. أحسنت. النوع الخامس من أو القسم الخامس من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم اللقب. مفهوم اللقب، وعرفه المصنف رحمه الله بقوله: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم. تخصيص الاسم غير المشتق بحكم. فلو قلت: قدم زيد، فإن زيد اسم، وهل هو مشتق أو جامد؟ جامد، غير مشتق. فيفهم منه، من قولنا قدم زيد، أن غير زيد لم يقدم. هذا معنى مفهوم اللقب. ومقصود الأصوليين باللقب أعم منه عند علماء النحو،
لأن مقصودهم به مقصودهم باللقب هو الاسم العلم يعني أو اللقب أو الكنية، كل الثلاثة تسمى مفهوم لقب، كل الثلاثة تسمى لقباً عند الأصوليين. وبعضهم يسميه مفهوم الاسم. وإنما قال المصنف رحمه الله غير مشتق، لأنه لو كان مشتقاً لسار مفهوم صفة، يصير مفهوم الصفة، لأن اللفظ المشتق يشعر بما منه الاشتقاق الذي هو المعنى الذي هو العلة، مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن كلمة سارق وكلمة سارقة ألفاظ مشتقة، وحينئذ يكون لها مفهوم مخالفة، فغير السارق وغير السارقة لا يجوز قطع يده. قال كقولك على زيد، فيفهم منه أن غير زيد لم يعلو إذا قلنا بصحة هذا المفهوم. قال أي لا عمرو، يعني لم يعلو عمرو بمقتضى مفهوم اللقب. وقولك في الغنم الزكاة، يعني لا في غيرها، ففي يعني هنا كلمة الغنم لقب على الماشية المعروفة. لو قال في الغنم زكاة يفهم منه أن غير الغنم لا زكاة فيها بمفهوم اللقب، هذا إذا قلنا بصحته. قال إذ لا فائدة شروع في الاستدلال على حجية مفهوم اللقب. قال إذ لا فائدة في ذكره إلا نفي الحكم عن غيره، يعني ما أتى المتكلم باللقب وعلق به الحكم إلا لأنه يريد اختصاص الحكم به ونفي الحكم عما عداه، وإلا لكان ذكر هذا اللقب لغواً، واللغو ينزه عنه كلام الحكماء، فكيف بكلام الشارع؟ هكذا قيل، يعني هكذا قيل في الاستدلال. وإلا فربما يقول قائل إن الفرق بين اللقب والوصف أن الصفة لو حذفت لما اختل نظم الكلام، في الغنم السائمة زكاة، لو حذفت السائمة يبقى الكلام فصيحا مستقيما في اللغة في الغنم زكاة، لكن اللقب لو حذف لاختل نظم الكلام، في الغنم زكاة لو حذفت كلمة الغنم ماذا يصير؟ تصير العبارة في زكاة، وهل هذا كلام مستقيم؟ لا، لا يستقيم هذا في لغة العرب. قال وهو أي مفهوم اللقب حجة عند أصحابنا، وهو قول مالك وداود، واختاره أبو بكر الدقاق والصيرفي وابن خويزمنداد. هذا شروع في بيان حجية مفهوم اللقب. فقال أي مفهوم اللقب حجة عند أصحابنا، يعني أن الراجح عند الحنابلة أنه حجة، وهو أيضا قول المالكية وقول داود الظاهري، واختاره من الشافعية أبو بكر الدقاق المتوفى سنة 392 هجرية، وأبو بكر الصيرفي المتوفى سنة 330 هجرية، واختاره من المالكية ابن خويزمنداد المتوفى سنة 390 هجرية، وغيره كابن القصار مثلا، يعني جماعة كثيرة من العلماء قالوا إن مفهوم اللقب حجة، فليس الخلاف فيه شاذا كما يظن بعض الناس، بل فيه خلاف قوي معتبر. قال وقيل لا اختاره الأكثر، يعني وقيل إنه ليس بحجة، وهو القول الثاني في المذهب الذي ليس راجحا في المذهب، يعني القول الثاني في المذهب اختاره بعض الحنابلة كأبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وموفق الدين بن قدامة، كلهم اختاروا أنه ليس بحجة، واختاره أكثر الشافعية والحنفية، فهم الأكثر قالوا أنه ليس بحجة.
من أمثلة مفهوم اللقب الأمثلة الأخرى، يعني لأن ما سبق مثلنا فقط بأمثلة في كلام الناس كقديم زيد وعلى عمرو ونحو ذلك. قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء لقب، لقب على هذا السائل المعروف، يعني اسم عليه له. والحكم هو التطهير، أنه يحصل به تطهير، فيفهم منه بطريق المفهوم المخالف أن غير الماء لا يطهر. فلو غسل النجاسة بعصير أو لبن أو حليب أو عسل أو ريق أو مرق أو نحو ذلك لا يصح، لا يصح هذا، ما تزول النجاسة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه بالماء، فأوجب التطهير بخصوص الماء الذي هو اسم على هذا السائل المعروف، فدل على أن غير الماء لا يطهر الدم ولا غيره. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين اللقب؟ المسجد، فإنه اسم على المكان المعروف الذي يصلي فيه الناس. فمفهومه أنها لو استأذنت الخروج إلى غير المسجد فإن له أن يمنعها، عملاً بمفهوم اللقب. ثم قال: وهل المشتق بصيغة السؤال، لأنه تحير في الراجح في هذه المسألة كما تحير من نقل عنه، فإنهم سكتوا عن الترجيح في هذه المسألة الأخيرة التي سوف نقرأها الآن إن شاء الله، فلهذا أتى بصيغة هل. وهل المشتق اللازم كالطعام، هل هو من الصفة أو من اللقب؟ فيه قولان، فيه وجهان في المذهب، يعني فيه وجهان في المذهب، المراد بالقولين هنا الوجهين، فيه وجهان في المذهب، ذكرهما جماعة من أصحابنا وسكتوا على الترجيح كما سكت عنه المصنف. المشتق اللازم يعني اللفظ الذي يصلح لاشتقاق المعاني منه، فهو مشتق من جهة المعنى، لازم من جهة اللفظ. فكلمة طعام من حيث المعنى هي مشتق، هو لفظ مشتق، لأن الطعام اسم لكل ما يؤكل، فلهذا تستطيع أن تسمي الأرز طعاماً والبر طعاماً والعدس طعاماً، ما تخصه بشيء دون شيء، أو ولا تخصه بشيء واحد، لكنه من حيث اللفظ هو لازم، هو غير متصرف. هل هو متصرف كلمة طعام؟ لا، هو لازم. طبعا هذا إذا أريد بالطعام اسم المأكول، يعني ما يؤكل، اللفظ الذي يطلق على المأكول يسمى طعاما. أما لو أريد المصدر، لأن طعم يطعم طعما المصدر، وله مصدر آخر في لغة العرب طعاما، طعم يطعم طعاما، فإذا أريد هناك المصدر لا، ما يصلح مثالا. لكن المصنف رحمه الله إنما أراد الطعام الذي هو اسم للمأكول. ومثله كلمة شراب، لباس ونحوها، فكلها ألفاظ مشتقة لازمة. فهذا اللفظ ذو وجهين، فهو من حيث اللزوم يشبه ماذا؟ اللقب، من حيث عدم التصرف، وقد مر معنا أن اللقب هو اسم غير مشتق. ومن حيث المعنى يشبه مفهوم الصفة، فصار ذا وجهين، فتحير العلماء هل هو من قبيل مفهوم الصفة أو من قبيل مفهوم اللقب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث في صحيح مسلم. فهل يفهم منه عدم جريان الربا في غير المطعوم، في غير الطعام، أو لا؟ هو هذا هو مسألتنا، لكن المصنف رحمه الله كما قلنا سكت عن الترجيح في المسألة.
لنكمل أو نقف؟ نعم، من حيث الاشتقاق المعنى، من حيث المعنى يشبه الصفة. نعم لأن في كلام طويل الباقي، فأنا طيب نأخذ مسألة على الأقل. اقرأ مسألة يا زيد. قال رحمه الله: وإذا خص نوع بالذكر، وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالحجاب عذاب، فلا يجب من لا فلا يحجب من لا يعذب. أحسنت. وبذلك استدل أحمد وغيره على الرؤيا. قال مالك: لما حجب أعداؤه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. أحسنت. قال: وإذا خص نوع بالذكر، شرع في قسم أيضا آخر لكن لم يسميه، لم يقل السادس أو نحو ذلك، يعني ما أتى بعدد. قال: وإذا خص نوع بالذكر، يعني إذا خص الشارع نوعا من جملة جنس خصه بمدح أو ذم أو غير ذلك من الأحكام مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم. إذا خص الشارع نوعاً من جنس بمدح أو ذم ونحوهما بحكم، هذا الحكم لا يصلح للمسكوت عنه، فحينئذ يكون له مفهوم، يعني يكون له مفهوم مخالفة. مثاله قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ الكفار. محجوبون يعني لن يروا ربهم، التي هي أعظم نعمة وأعظم منزلة تكون للإنسان يوم القيامة، أن يرى ربه سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فماذا قال الإمام مالك أو قال المصنف قبل ذلك؟ قال: فالحجاب عذاب، لأنه حرمان، فلا يحجب من لا يعذب وهو المؤمن. قال: وبذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره على الرؤية، يعني على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وهو يعني هذا النوع قريب من مفهوم اللقب أو مفهوم الصفة، لأنك تقول في المنطوق: الكفار لا يرون ربهم، هذا منطوق الآية. طيب مفهومها: غير الكفار يرون ربهم، فإما أن تجعلها مفهوم لقب أو مفهوم صفة، وإن ذكره المصنف مستقلا. قال مالك رحمه الله: لما حجب الله أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي رحمه الله: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. شوف كلام الأئمة كيف، يعني كلام مختصر وبليغ، وأتوا فيه بالمنطوق والمفهوم والمعنى، الذي لأن المعنى الذي في المنطوق ضده في المفهوم رحمهم الله. نعم، تفضل يا شيخ. قال: وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، كقوله: وفضلناهم على كثير، وقوله: ألم تر أن الله يسجد، إلى قوله: وكثير من الناس، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. نعم، وغيرهم. نعم، وغيرهم. أحسنت. هذه أيضا مسألة، نوع من أنواع مفاهيم المخالفة، وهو أنه إذا كان مقتضى الحال أو مقتضى اللفظ وهو السياق يقتضي أن الحكم يعم، يعني يقتضي التعميم، فعدل عنه الشارع
إلى الخصوص، فيدل على ماذا؟ على انتفاء الحكم المذكور في الخصوص. كيف؟ وفضلناهم على كثير. سياق الآيات، الآية لبيان تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على، يعني لو وقف عند الآية هنا لظن السامع أنه يقول وفضلناهم على كل الخلق، لأنه في مقام الامتنان عليهم، والامتنان شأنه التكثير لا التقليل، والتعميم لا التخصيص. لكنه لما جاء عند التفضيل قال وفضلناهم على كثير، ما قال على الجميع، على جميع الخلق، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فدل على ماذا؟ على أن بني آدم لا يفضلون على بعض الخلق، أو تقول بعبارة أخرى، فدل على أن بعض من خلق الله، من خلقه الله، أنه أفضل من بني آدم، لأنه ما قالوا فضلناهم على الخلق، قالوا فضلناهم على كثير، عدل عن التعميم إلى التخصيص، فدل على أن بعض من خلقهم الله يفضلون بني آدم، كالملائكة مثلا في أحد القولين. الآية الأخرى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يعني المقام مقام بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقهره لعباده، ويقتضي ذلك التعميم، لكنه عدل عنه إلى الخصوص فقال وكثير من الناس، فدل على أن بعض الناس لا يسجد. هذا معنى مفهوم المخالفة بهذا النوع الذي قل ذكر الأصوليين له، وعامة من ذكره هم الحنابلة. وقريب منه، من هذا المفهوم، ما يذكره بعض الأصوليين في مفهوم اللقب، وهو أن التخصيص بعد التعميم في اللقب يزيده قوة ويجعله حجة. كيف؟ حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجداً. ويعني يتخيل السامع الآن أن يقول وجعلت لي الأرض طهوراً، يعني كل الأرض، لأنه في مقام بيان منة الله عليه وتيسير الله لهذه الأمة ما لم يكن للأمم السابقة، وهذا يناسبه التعميم بأن يكون كل الأرض طهوراً، لكنه عدل عن العموم إلى الخصوص فقال جعلت لي الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً، ما قال وجميعها طهوراً، قال وترابها، أتى فقط بشيء خاص من الأرض وهو التراب، فيدل على أن له مفهوماً مخالفاً، فيكون غير التراب غير مطهر، غير التراب يعني كالصخور والحجارة والجص مثلاً ونحو ذلك مما على الأرض يكون غير مطهر، لأن عدوله من التعميم إلى التخصيص يدل على أن له معنى في هذا، أنه مقصود، ولا يكون القصد إلا بأن ينتفي الحكم عن غيره. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.